في وقت الحروب والأزمات، الخوف والهوس اللي عند الناس بيدفعها إنها تخزن كميات أكبر من احتياجاتها للسلع، تحسبا لأي مفاجآت متعلقة بتوافر السلع دي. في الوقت الحالي في أوروبا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وعلى غير المتوقع، كانت أكتر سلع عليها الطلب مش الحبوب أو المعلبات أو الأغذية بشكل عام، لكن الاهتمام كله كان موجه ناحية أقراص اليود اللي كان عليها إقبال غير مسبوق، وده اللي أدى لرفع سعرها بصورة رهيبة. ده يرجع لتخوف الناس من حدوث حرب نووية واعتقادهم إن اليود سبيل وقائي هيحميهم من الإشعاع النووي. طب تعالى نفهم إيه اللي بيعمله اليود بالتحديد. اليود مفيد في حالات الإشعاع البسيطة، لأن اليود المشع بيعد أحد العناصر الناتجة عن الانشطار النووي لليورانيوم، ولأن الغدة الدرقية بتبقى شرها لامتصاص اليود، ما بتقدرش تفرق ما بين اليود المشع والغير مشع، وبالتالي بتمتصه مكان اليود الطبيعي، وده في حال تعرض الجسم للإشعاع النووي. وامتصاص الغدة الدرقية لليود المشع ده اللي بيخليها شديدة الحساسية للإصابة بالسرطان، فهنا يجي دور أقراص اليود الطبيعي، عشان الغدة بتتشبع بيه وما تلجأش لليود المشع. اليود صحيح ممكن يكون مفيد للناس القريبة من المفاعلات النووية كإجراء وقائي، لكن في حالة التعرض لهجوم نووي لو قدرت تنجو من انفجار، فصدقني مهما بلغت كمية اليود اللي هتاخدها مش هتنقذك من كمية الإشعاع الناتج. كمان تناول اليود مش هيفيدك إلا إذا كنت على مسافة 100 كيلو من مركز الإشعاع، ده لو حصل تسريب إشعاعي، ده بخلاف إن أقراص اليود وقائية لنوع واحد من السرطانات مش كل الأنواع. بس للأسف الخوف بيخلق حالة من الهلع وتوقف التفكير عند البشر.